للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح النور يا فندم، وتحياتي لحضرتك كل السادة. أهلا بحضرتك. من استعراض ما جاء في هذا اللقاء من تفاصيل دكتور حافظ، متابعة حضرتك إيه لما يتم العمل عليه في المشروع النووي المصري السلمي، طبعا محطة الضبعة النووية، حضرتك شايف هذا الاستعراض للموقف التنفيذي إزاي، وما يتم العمل عليه كيف سينعكس علينا أيضا فيما يتعلق بالطاقة؟ هو طبعا مشروع الضبعة النووي العقود الأولانية أو بدء التنفيذ بدأ في ديسمبر 2017. نعم. بس دايما الفترة الأولانية اللي هي لغاية يوليا 22 كانت للأعمال التحضيرية والحصول على التراخيص والموافقات سواء المحلية والدولية، لأن مشروعات الطاقة النووية تختلف تماما عن مشروعات الطاقة التقليدية في كم الإجراءات والتراخيص والموافقات المطلوب سواء محلية. ثم بدأ في يوليا بطب القواعد بتاع المفاعل الأول، انتهى في يناير طب مفاعل 24، بقى يوليا 22 ابتدينا، يناير 24 المفاعل الرابع القواعد. ثم بدأ بقى في تركيب الوعاء الداخلي اللي هو جسم المفاعل اللي موجود، ويمكن حصل احتفال في مايو الماضي بالانتهاء من الجزء الأول. ده بيدلنا على ان المشروع ماشي بخطوات ثابته. الهدف طبعا هو ان يتم الانتهاء من الوحده الاولى في منتصف عام 28، تليها الوحده الثانيه والثالثه في عام 29، ثم الوحده الرابعه في عام 30. بنهايه ده هيبقى عندنا محطه قدرتها 4800 ميجا، أربع وحدات كل وحدة 1200، تنتج لنا 35 مليار كيلو وات ساعة. في الوقت ده هيشكل حوالي من 12 إلى 13% من استهلاكنا من الكهرباء تأتي من الطاقة النووية. طيب دكتور حافظ، معلش أنا هقف عند النقطة دي وأسأل حضرتك، المواطن المصري أكيد بيتساءل دلوقتي، أنا هستفيد إيه من محطة الضبعة للطاقة النووية؟ أعتقد يعني أن الإجابة واضحة تماما، يعني ما كنا بنشهده من انقطاعات للتيار في الفترة الماضية نتيجة لعدم وجود كميات كافية من الغاز، أعتقد أن وجود مصادر بديلة لا تعتمد فقط على الغاز، ولكن يبقى عندنا طاقة غاز، عندنا طاقة متجددة، عندنا طاقة نووية، ده بيدي تأمين أفضل للإمداد. والكهرباء طبعا عنصر مهم جدا، ليس فقط علشان ننور في البيت أو نشغل التكييف، ولكن للصناعة والتطورات للمنشآت الاقتصادية وما إلى ذلك، فأعتقد أن الفايدة واضحة تماما. نعم. الجزء الثاني بقى أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة، وإحنا نتكلم جميعا على التغيرات المناخية، أعتقد ما نشهده حاليا من مثل هذه التغيرات. الجزء الثالث وهي أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية تعتبر منخفضة، يعني يمكن أرخص حاجة حاليا الطاقة المتجددة، يليها أعلى شوية الطاقة النووية، ثم أعلى بكتير بقى الطاقة من الغاز اللي موجود. فيبقى مؤكد أن احنا بنساعد على تخفيض تكلفة الكهرباء. زائد نقطة مهمة جدا، استقرار التكلفة، بمعنى أن عنصر الوقود في المحطات النووية لا يمثل أكثر من 5% من تكلفة الكهرباء المنتجة، وبالتالي زاد أو قل لا يؤثر على السعر بتاع الكهرباء المنتجة. بينما لو بصينا في المحطات الغاز، إن الغاز تشكل من 60 إلى 70% من تكلفة إنتاج الكهرباء، زاد أو قل بتتغير تغير كبير جدا التكلفة، فبالتالي بيستفيد الناس من استقرار في التكلفة، قد تتجه إلى الانخفاض، تأمين للإمداد،
عدم وجود تلوث ناتج من هذه المحطة. نعم دكتور حافظ، وحضرتك بتتكلم عن ما هو مستقر وما هو متغير، خاصة ما يتعلق بالأسعار. عايز أعرف من حضرتك، يعني حضرتك اتكلمت عن نسبة متعلقة بمساهمة ناتج هذه المحطة في الاحتياجات الخاصة بالكهرباء، هل في بيتم العمل على زيادة هذه المساهمة؟ هل بيتم تطوير ما بعد 2030؟ نفهم من حضرتك أكتر الأمر بيتوقف عند مستهدف معين أم بيتم التوسع فيه؟ لا طبعا، المخطط دلوقتي فيه، واعتقد الاجتماع اللي تم الاسبوع الماضي الخاص بالاسبوع ده حتى، المجلس الاعلى للطاقه الذي اقر من حيث المبدا استراتيجيه مصر 2040 للطاقه. احنا كنا لدينا استراتيجيه حتى سنه 35 ثم تم تطويرها الى سنه 40، لان مشروعات الطاقه عموما ليست كهرباء فقط، الطاقه البترول غاز وما الى ذلك بتاخد وقت للانشاء، فلازم يبقى في رؤية مستقبلية لها، زائد ان هي عنصر استراتيجي لتأمين الامداد والحصول على الامدادات الكافية للطاقة، عنصر مؤثر جدا على الاقتصاد، فلازم يبقى في تخطيط جيد. فده موجود، المستهدف نسب عالية جدا من الطاقة المتجددة تتجاوز ثلثين انتاجنا من الكهرباء، او قد تصل الى فوق ال 35% من اجمالي الطاقة اللي احنا بنستهلكها سواء بترول وغاز وكهرباء وكل حاجه. الباقي هيكون عندنا حوالي وقتها سنه 40 الطاقه النوويه هتشكل 10%، فهيبقى عندنا من انتاج الكهرباء ما يتجاوز 75% من مصادر غير غاز وبترول، وده بيدينا نوع من التامين اكثر لامداداتنا وخفض الانبعاثات والتلوث واستقرار اهم للتكلفه. احنا ما نعانيه ان لما بيتغير السعر مثلا سعر الصرف بتتغير تكلفة الانتاج نتيجة لان سعر البترول بيعلى وبيقل بالمقابل المصري. هذا هيقل جدا في حالة الطاقة المتجددة لانها شمس وهواء ما بنشتريهمش، او طاقة نووية زي ما قلنا عنصر الوقود لا يشكل اكثر من 5% من سعر الكيلوات المنتج، فاستقرار التكلفة ده هدف ايضا وليس فقط التأمين، طبعا بالإضافة إلى خفض التلوث، وده هدف طبعا. وصناعات كثيرة ستستفيد بالتأكيد من هذه الطاقة التي ستتوفر، إلى جانب طبعا توفرها بشكل يحافظ على البيئة وكل التفاصيل اللي حضرتك أضفتها لينا وذكرتها. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل. دكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة.